السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته، حضرتك عمر سليم. النهارده هنشوف ازاي برمجة الروبوت للأطفال في برنامج سهل قوي اسمه روبو مايند. ده هنشتغل عليه دلوقتي. هتلاقي رابط تحميل أسفل الفيديو، هتلاقي روبو مايند 64 بت، ده الأشهر. في روبو مايند 32، ده كان زمان. في ملف مضغوط، في الدي ام جي. حمل أول واحد، وبعد كده البرنامج هيجي معاك بالشكل دوت. دي المنطقة اللي الروبوت بيبدأ يتحرك فيها. هنا الكود اللي بكتبه، وهنلاقي حاجة أسهل بعد شوية. وهنا بديله تشغيل، هنا بشغل خطوة خطوة، هنا بوقف، هنا بوقف خالص، هنا بقول له ريسيت وورلد، يعني ارجع للوضع الأولاني خالص. طيب هاجي هنا هقول له مثلا فور وورد، كام خطوة؟ 3 خطوات. وبعد كده هقول له روح رايت، وبعد كده هقول له روح 3 خطوات. خلينا نشغل الكود. مرات وقف هنا، عايز ارجعه الاول بدوس هنا. طيب الروبوت بتقدر تعمل زوم من خلال البكرة. طيب انا عايز اغير شكل الروبوت، فبقول له سيتنج، وادخل هنا في الفيو واغير شكل الراس، اغير شكل البادي بالشكل دوت زي ما انت عايز. الاديتور تقدر تغير الالوان، تقدر تقول انا عايز ريبون مينيو. هنا الصوت، هنا اللغة، وتقدر تكتب بالعربي لو انت عايز، يعني تقدر تقول له تقدم تقدم 3 خطوات مثلا اهوت، فتقدم 3 خطوات. تمام، حسب اللغة اللي انت عايز تكتب بيها. طيب هل في طريقة أسهل من كده؟ أو في طريقة إن أنا أقول له ريموت كنترول F10، عايز أقول له بقى تعالى كده وشيل العنصر دوت ووديه في مكان تاني وحطه. فهقول له لف يمين، كام خطوة؟ 1 2 3. وبعد كده لف يمين، وبعد كده تقدم، عايز يلقط ديت، فهقول له ابدأ التقط. تمام، وتبدأ بقى تشوف انت عايز تروح أنهي مكان. تمام، ممكن تروح هنا. طيب لو انا عايز امشي وابدا اكتب مثلا باللون الاسود او اللون الابيض، بتدوس الابيض، وكل ما تيجي تمشي هيبدا يعمل لون ابيض، بتقول له لون اسود، بدا يعمل لون اسود. تقول له التقط. اللي فيه ممكن نرجع وهكذا. انت بقى بتبرمج الروبوت ده بالحاجة اللي انت عايزها. كله تمسحه هنا بحيث ان ايه، ان انت في اي وقت تيجي هنا. تمام، هقول له اقف في النقطة الاصل اللي انت كنت فيها، واقول له بقى ايه تمام. فانت ممكن تيجي هنا في اديت وتقول له انسرت، وتبدا تقول له موف فورورد باكورد ليفت رايت نورث ساوث ايست ويست. ممكن تقول له سي، وتبدا تقول له مثلا انا عايز اي حاجه من الحاجات ديت. تبدا بقى تقول له اديت، وتبدا تقول له انسيرت، وتبدا تقول له مثلا عايز ارسم بحاجه معينه، عايز احط شروط قاعده اف، لو في شرط موجود يبدأ يحاول، لو مفيش شرط يبدأ يتجاهل الأمر. ممكن تعمل لوب، يعني ممكن تقول له لوب اهوت، خليها 4 مرات مثلا، تقدم ثلاث خطوات،
تمام، وتقول له مثلا يمين، تمام. وقبل كده ممكن تروح قايل له انا عايزك تحط مثلا لون معين، وليكن مثلا الوايت اهوت، وتقول له ابدأ. هيرسم لك مربع زي ما انت شايف. هنا الشاشة اللي تحت دي بتبقى مهمة جدا لو حد غلط غلطة، يعني لو انت عملت أي غلطة كده. لاحظ لما عملت مسافة جاب لي فيه غلط، فلما أقول له شغل يبدأ يقول لي خلي بالك إن في هنا كلمة مش مفهومة، وبيخمن إيه هي الكلمة ديت، تمام. فتكتب انت بقى إيه يمين بالشكل دوت، فيبدأ يفهمها ويبدأ ينفذ الأمر. سريع جدا بالشكل دوت، ممكن تقلل بحيث ان هو يبقى بطيء.